ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده كل اعاده فافاده. حنا بملعب ديال الولفه، سولنا الناس يعني شنو الاخطاء اللي دار المنتخب الوطني المغربي ضد كرواتيا خاصو يصلحها كونتر بلجيكا ان شاء الله. الا بغيتو تعرفوا شنو الاخطاء اجيو معنا. الاخطاء الوطني عن السي الركراكي عن المقابله اللي هي الاولى اللي جرات كانت مقابله صعبه ما بين الفريق الكرواتي، وصحح هذيك الاخطاء اللي كنا ناويينها باش تكون على اللقاء القادم ديال يوم الغد الاحد ان شاء الله، المقابله اللي مع الفريق البلجيكي، والفريق البلجيكي اللي خص يطعم على ما بين يعتمد على حمد الله ونصيري، لان حمد الله ونصيري على حسب التهديف، لان الفريق البلجيكي هو منتصر باصابتين لواحد، يعني منتصر في المقابله الاولى، خصنا حنا نفوزوا في هذه المقابله باش نركزوا على المرور للدور القادم. المباراة ديال المغرب مع كرواتيا كانت الصراحة هي مزيانة، يعني بالنسبة للمنتخب لعبوا داروا زعما جهدهم وداك الشيء، ولكن كانوا أخطاء بزاف. يعني اللي كنتمنى أن في الماتش إن شاء الله الجاي ديال المنتخب مع بلجيكا ما يعاودوش يديروا ديك الأخطاء. كنتمنى من وليد الركراكي أنه يزيد زعما يخدم معاهم مزيان على هذه الأخطاء هادو، حيت وسيرتو ديك الأخطاء ديال الدفاع وداك الشيء خاصو المهم يزيدوا يخدموا على داك الشيء مزيان باش إن شاء الله تكون النتيجة مزيانه ان شاء الله المره الجايه. وكنتمنى المنتخب المغربي انه يغامر ويلعب سميتو هجوميا، ما يلعبش غير دفاعيا، هكذا باش نقدروا ان شاء الله نحرزوا على واحد النتائج اللي مهمه في الماتش الجاي ان شاء الله. وكنتمنىهم حد موفق، وعلاش ما نديروش ان شاء الله شي 2-0. نقولوا مثلا كانوا اخطاء في المقابله الاولى، لان المدرب هو اللي عارف شنو كاين، عارف شنو دخل وعارف شنو كان باغي من هذوك الناس اللي دخلوا كيمثلوا المغرب. بمناسبة المقابلة ديال بلجيكا ممكن تكون خطة أخرى، لأن ما بقاش عندنا دغبة دابا باش نقولوا مثلا التعادل ولا هذا، لأن خصنا نلعبوا باش نبينوا نستغلوا المؤهلات اللي عندنا وعند الإخوان الوليدات ديالنا، لأن تبارك الله عندنا مؤهلات اللي قدروا يديروا بها نتيجة مزيانة ضد بلجيكا. اللي داروا المنتخب المغربي هما لعبوا دفاعيا، ضرب بلجيكا خصهم يلعبوا هجوميا إلا باغيين يربحوا. يلعبوا هجوميا ان شاء الله يربحوا بجوج لزيرو.